بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ودرسك تفسير كسلسلة دي فما يوكب الله وانا آيادا صدن إيا لحادة سورة المائدة. ورب إليه سبحانه وتعالى إن الذين كفروا كوا قالوا بي لو أن لهم هدو سجنان لها قيام مركلة تقو أو محكمة دولة أركان هدي لها أي سجنان لها أو أي أودوا لهايا ما في الأرض نلك وحا يال أو دان قديهيسة مالا جميعا لما أنتي سوى محبال قريب ومثله ساقا إنتا أدوية تالالليك ولا أدوية أولين أو كبلا معه إساقا إلا جرتو ليفتدوا به ويسكفرا لها إلي إساقا يسكفرتان ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة قيامة مالين كذا عذاب كيسا سيساقا فرتان ما تقبل منهم لغا ما أقبلين منهم حقه ذا ولهم حان أوسقنان دون عذاب أليم مؤلم حنوجيا. ورب إليه يهي كوا قال هذا هدي كل كي انت يا اخيرا تقان ومحكمة دي ادامادو انت اي دعضو قف ولما وحو حق اولي يهي او اقادو اي اقادان شركة اي الهي اكتسا كم مذيهين يا نارتا ايو ان الهي سبحانه وتعالى وحي اي كم مدنايين لسيي مركا اي اقادان يا وحاكو دعاية تمني إيو إن قوموما فربلا ما ميشاكا دعيدوان تا وهو رب إلا يمركا هادي مركا إساقا مابا هيلا يام بي هادي هيلي لهايين الدنيا دي أو دن وحي يلي إمال يا خيرات يا وحكا استوانو نفعكو جراها هادي ليلا قاتا إن isagaas waxa dunida dhaxayay yaala wax la mid ana loogu daro adduunyada oo dhan oo buuxda oo maal iyo khayra iyo inta in leeg oo adduunyada markii buuxda lagu daro buuxsata lagu daray hadii la yiraahdo qabsada oo isku furta oo inta loo dhiibo ay yiraahdo rabbi oo inta naga qaado cadaabka naga badbaadi laga ma aqbaleen adab xanu jeer ilayhi taswiirka abal fiiri waa suura ajeeba waxa la yidhaahaa quusin taas baa la yidhaahay waa quusin adduunyada inala wanaagsan ee inala fara badan ee inala qaaliga ah ee aynu ku sarqaansanahay ilaa aynu sarqaansanahay qof waliba wax yar buu ka hayaa hadii inta la isku dardaro hal qof loo dhiibo oo la yidhaahdo isku furo oo intuu soo qaato uu rabbigiisa la hortaagno inta iga qaad rabbi oo cadaab kara keligay uun iga badbaadi lagama yeelan law arimada marka meesha ka garano maxkamada allah adeegeeda iyo si aan la muqaqibay la xukumi baa la yiriyo cid arinka uu sameeyo ka daba tagi karta ima jirto wax kasta oo la sameeyana wax ka bedeli kara maxkamada allah ma jiro dhinaca kale qofkan cadaabku ku dhacay musiibada haysa inta ay la egtahay wax walba oo kale oo qalbigiisa ku soo dhici kara hadii la yiraahdo ku furo نار ترك ربح وكفرنا يا شيء كسته النفتي ساين ينسى كل شيء سواه وحن السجع هين ونو إلا وياه وح كسته السجع هين إيه لو يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي هدو هليو دتك كوا قلو علمه ودلي وأبيه إيه يدي إيه حاسسك سيه صاحبه دي سيه قرابه دي سيه ريركي إيه قبيلك إيه بني آدم كوردن نارو آنيقو أون هل يقصو أهل ليبت باديو هدو هيل كرو وسمين لها
marka mowqifka culayskiisa yaad meesha ka garanaysa in taas marka aad garato ya waxa hadana kale oo inaynu ogaano ay tahay in meesha calaacalku waxaynu uma tari doono laakiin waxa jira fursad adduunyada marka aad joogto aad haysato waxa wax ka yar baa laga aqbalayaa maanta بخاري با وحو كورنا يا أنس بن مالك الله كرادي النقضي إن او نبيو يلي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك فيقول شر مضجع فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر منك ألا تشرك بالله شيئا فيؤمر به إلى النار النبي قفكي قال كهابا قفكي أهل النار كها يعني لكيني دون أهل النار كها ما لتقيام مركز ربي سؤال ويدين حرام يا إنا آدمو سيد يعني محاد سيد محاد كهشي سيد يعني محاد كو قاتي أو بل كورن ماشي لو سيحيه لو دجي مضجعك هون هي وشر مضجع ما لا سيحو يا ما لا تغو لا دغو ماشي وشر بيد ما ينجوغا شي وشر بنيد ينجوغا سؤال كلا لا ويدينيا وها لون هي ارده موغيد او ذهب هدي لو سي ما اسكو فرن لهيد برا سوناي ها هدي اف ارده موغيد هذا وحكا هدي وح اون كلا انت لو يراهو انت ارده موغيد او ذهب لو سيو وحاس een si aad u hesho bixi ma yeelayno shay walba oo kale oo qaali ah lacagtaas ay naga qaalisanaan lahayd adduunyada laakiin isagu wuxuu oranayaa ma ayan hadii aan helayo waan isku furan lahaa wuxuu oranayaa marka Allah subhanahu wa ta'ala waxa lagu weydiiyay arrinkaas arrinka sahlan inaad adduunyada mugeeyo dahab isku furato wax weyn weeye adduunyada markii la joogo ilaahay si xawa kama aakhiray wax ka weyn baa lagu wax ka yar baa lagu weydiyay oo ka sahlan alla tushrika bihi shay'an in aad ilaaha u shirkiin waqfki dambiga uu dhaarta ku galay u yahay shirki ya waxa la leeyahay in aad u shirkiin baa laga dalbaday oo ilaahay ilaahnimadiisa uu ogolow rabbi rabbinimadiisa uu ogolow rububiyadiisa uu ogolow in uluhiyadiisa uu ogolow ilaahay ilaah subhanahu wa ta'ala uga dambeey nolosha waa diiday qof walibana dambigi uu ku galay baa saa lagu oranaya ka shirka hadduu ku galay shirkii baa loo dhanahay hadii uu qofku macaasi ku galay macaasiyada kale daal laga waay ee lagu la su'aalay war waxan daaba lagu weydiiyay waxan madeeyneysa maya tiri qof waliba dambigi uu galay baa su'aasha laga weydiinayaa ki shirka galay hadii laga weydiiyay ki macaasiyada kale ku naar galay lana ku qof soo muumina uu naarta tagi kara soo muumina oo ilaahay aaminsan uu naarta galaya waa xaqiiqo nabiga inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam marka qof waliba wixii adduunyada laga kari waayay ee uu ku naar galay baa la oranayaa isku furan lahayd dahab hadii maanta la yiraahdo ee isku furo ha wax ka dhibyar baa lagu weydiiyo laga kari waayay wax ka dhibyar baa lagu weydiiyay ultimaado diiday wax ka dhibyar baa in lagu inaad diisa lagu weydiiyo diiday naarta adduunka kala oranayaa marka tasawur qof kasta uba macaasidan maanta laga kari la yahay maalin ay sidaa u urustahay baa jira inaad ka noqon lahaydna aad jeclaan lahayd sida ay dambe inoo sheegi doonta yuriduuna yakhrujuu min annaar wabahum bikhaarijiina minha walahum cadaabun muqiim ina alladiina kuwii kafaruu gaaloobay low anna lahum hadduu u sugnaado maa fi lardi ardada samaaya waxa ku sugan dhulka waxa ku sugan uun oo wuxuu doonaba ahaadee nafci leh jamiican wayartii hadduu u sugnaan lahaa wamilahu low anna milahu wax lamid ana macahu xaal u ahaaday miciisa la jirankiisa hadduu u sugnaan lahaa liyaftaduu bihi si ay isugu furtaan min cadaabi yowmi alqiyaamati maalinta qiyaama cadaabkeeda si ay isugu furtaan ardada waxa yaalla iyo wax la mid ahoo la jira haddii inta laysugu dara la yidhahayo isku furta maa tuqubila minhum lagama aqbaleen walahum waxay leeyihiin oo ilaahay u xukumayaa oo cid ka celin karta aysan jirin oo cid ka fudayn karta aysan jirin oo cid waqtigiisa ka gaabin karta aysan jirin عذاب 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 كاسو مؤلم حنوجيا إلهي بان كبر كم بان قال سبحانه وتعالى عذابك إلهي بان ويدي ساني أعماش سبحانه وتعالى يسور هذا كيهي إيه عذابك إنا قبل بادين هسي إنو أدوين تهجوغن إنا وافجيو
وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.